السلام عليكم ورحمه الله وبركاته البنات. اليوم غادي ندير معكم درس جديد في قناه ام ريتاج للرندا. غنخدم معكم الملاقيه وكنحتاج الخيط يكون غليظ ما يكونش رقيق باش الخدمه تبان. المبتدئات ضروري يكون الخيط يكون غليظ باش تجيهم الخدمه سهله وتكون باينه. اما بالنسبه للمحترفات من افضل الخيط يكون رقيق. وكنحتاجوا هذه البراعم ديال الرندا رقم 5 على بركة الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا الاشتراك للقناة وتضغطوا على جرس التنبيه باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو. تفرجوا معنا في الفيديو من الاول حتى الاخر على بركة الله. نبداو على هكا، يعني هذه سهلة ما فيها لا غرزة الوسط لا والو، يعني التوب للتوب بحال هكا. ديما صباعي خصو يكون تحت من الخيط هكا، وحدة للتوب ودوز تحت الخيط. مفيها لا غرزة لا والو الوسط، مختلفة على الملاقية الأخرى.
هكذا البنات وصلت معكم الى نهايه الفيديو. نتمنى نكون شرحت لكم مزيان، واللي عجبها الفيديو ديالي لا تنساش دير الاشتراك للقناه باش يوصلكم كل جديد، واللايك. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، مره اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.